مسابقة السدود. مشروعات حصاد المياه التي تنفذها وحدة تنفيذ السدود على امتداد أرض الوطن حققت الاستقرار خاصة للرحل وماشيتهم، ووفرت مياه الشرب لأهل القرى التي كانت تعاني في السابق ندرة في مياه الشرب. ولاية جنوب دارفور كان لها نصيبها من مشروعات حصاد المياه التي غطت عددا من المناطق المتأثرة بالعطش خاصة في شهور صيف. هكذا تتجلى المشاهد في حفير الرهب أبيض بمنطقة دجاجة التابعة لمحلية تلس بولاية جنوب دارفور، وقد حققت الكثير من المنافع لأهل المنطقة، ولسان حالهم يشرح معاناتهم قبل قيام الحفير. مسابقة السدود. السؤال التاسع: نفذت وحدة تنفيذ السدود منذ توليها مشاريع حصاد المياه وصولا لزيرو عطش لأكثر من 1250 مشروعا من سدود صغيرة وحفائر وآبار جوفية. اذكر ثلاثة من سدود ولايات النيل الأبيض، غرب كردفان، جنوب دارفور. السؤال التاسع: نفذت وحدة تنفيذ السدود منذ توليها مشاريع حصاد المياه وصولا لزيرو عطش لأكثر من 1250 مشروعا من سدود صغيرة وحفائر وآبار جوفية. اذكر ثلاثة من سدود ولايات النيل الأبيض، غرب كردفان، جنوب دارفور. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 15,000 جنيه، الجوائز من الثانية وحتى الخامسة 10,000 جنيه، الجوائز من السادسة وحتى العاشرة 5,000 جنيه. تسلم الإجابات مجتمعة بنهاية شهر شوال باستقبال وحدة تنفيذ سدود الخرطوم شارع النيل. للمزيد من المعلومات مراجعة موقعنا على الإنترنت diu.gov.sd. أمنيتنا لكم بالتوفيق.